من أسرع المخلوقات، بيفضل إنه يعيش على الجبال ويبعد عن التجمعات، عنده القدرة على اكتشاف الفريسة وقتلها بكل سهولة، لكن لما بيتقدم في العمر ويوصل لسن الأربعين ضوافره بتفقد مرونتها وبتبقى عاجزة في إنها تمسك الفريسة، ومنقاره بينحني جدا. مش بس كده، ده كمان أجنحته بتبقى تقيلة جدا بسبب تقل وزن الريش، وبيبقى الطيران بالنسبة له صعب جدا، وكل الظروف دي بتخلي الصقر في اختيار صعب جدا، يا إما يستسلم للظروف ويموت أو ياخد القرار الأصعب والشبه مستحيل ويقوم بعملية تغيير شاملة ومؤلمة جدا بتستغرق حوالي 150 يوم، وبياخد القرار بعد تحضير مخزون من الطعام وبيحلق على قمة الجبل، وأول شيء بيعمله بيضرب منقاره في الصخر بقوة لحد ما يتكسر، ويستنى لحد ما منقاره ينمو تاني، بعد كده يكسر ضوافره ويستناها لحد ما تنمو من جديد، ويجي للمرحلة الأخيرة ويقوم بنتف ريشه كله، وبعد المعاناة دي بخمس شهور بيقدر إنه يرجع شباب تاني ويسترد قوته، وكأنه اتولد من جديد، وبيعيش حوالي 30 سنة كمان، وده يخلينا نتعلم أهمية التغيير في حياتنا عشان تكون أفضل. وبس كده.